السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج من عمان، برنامجكم اليومي الذي يطل عليكم من الأحد وحتى الخميس، ونحن اليوم في يوم الخميس ونهاية الأسبوع نسعى أن نقدم لكم ما يليق بذائقتكم الكريمة مشاهدينا. مشاهدينا كما تعودتم في هذه المساحة المسائية نقدم لكم ما يدور في أحداث السلطنة، فعاليات أنشطة في مختلف القطاعات والأصعدة، حيث أصدرت السلطنة والمملكة المتحدة بيانا صحفيا بمناسبة التمرين العسكري المشترك السيف السريع 3 فيما يلي نصه: تجسيدا لعرى الصداقة الوطيدة التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة والعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وفي إطار الخطط التدريبية المشتركة لقوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة الملكية البريطانية، سيتم تنفيذ التمرين العماني البريطاني المشترك السيف السريع 3 لقوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة الملكية البريطانية على أرض السلطنة في النصف الثاني من أكتوبر الجاري، ويأتي هذا التمرين في إطار تبادل الخبرات في مختلف المجالات ولرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة في البلدين الصديقين، واستمرارا لسلسلة التمارين التي تنفذها قوات السلطان المسلحة مع القوات المسلحة الملكية البريطانية الصديقة، والتي يأتي على رأسها السيف السريع 1 والسيف السريع 2. ويشارك في فعاليات تمرين السيف السريع 3 من الجانب العماني قوات السلطان المسلحة بمختلف أسلحتها وألويتها وقواعدها ووحداتها البرية منها والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من الجهات الحكومية. ومن الجانب البريطاني تشارك وحدات من القوات المسلحة الملكية البريطانية البرية الجوية والبحرية وعناصر من الإسناد اللوازمي. يأتي هذا التمرين في إطار خطط الارتقاء بمستوى القوات المسلحة للبلدين الصديقين، وفي ظل ما وصلت إليه أحدث المفاهيم والدراسات العسكرية في مجال العمليات المشتركة وخطط التعاون والإسناد المتبادل بين القوات المسلحة وكافة مصادر القوة الوطنية، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخة، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في إقامة وتنفيذ التمارين المشتركة وفقا لمعطيات تلك التطورات في مفاهيم التخطيط وأساليب التخطيط للعمليات والأسلحة المشتركة الحديثة وتطوير المعدات العسكرية وسبل تنفيذ خطط العمليات المشتركة، خاصة تلك التي تشترك فيها المؤسسات المدنية في منظومة متكاملة. ولهذا فقد حرصت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وحكومة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى ودول الكومنولث المستقلة، على إتاحة المجال أمام القوات المسلحة للبلدين الصديقين لتنفيذ التمارين العسكرية المشتركة تحقيقا للأهداف المشتركة المتوخة. وهذا وقد أكد الجانبان على أن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين التي تمتد لقرون عدة من الزمن لتظل مثالا يحتذى به في مجال التعاون والعلاقات التي ترتبط بها الدول، والتي ظلت مزدهرة وفي تطور دائم ومستمر رغم التغيرات والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت بها دول العالم. وتتعدد أدوار الجهات المدنية في التمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك السيف السريع 3، يدعم الأهداف ويحقق الغاية الوطنية المتوخى من تنفيذ هذه التمارين. وأظهر المشاركون من الجهات المدنية في التمرينين دورا فاعلا وانسجاما تاما مع مجريات التمرين. استراتيجية العمل الوطني المشترك بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة من أهم الركائز لتطوير القدرات الوطنية في التعامل مع مختلف القضايا،
وتأتي مشاركة الجهات المدنية في التمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك السيف السريع 3 ترسيخا لمفاهيم العمليات المشتركة التكاملية بين جميع مكونات القوة الوطنية. الوزارة اكتسبت الكثير من المهارات التي ستخدم الاتجاهات الأساسية لوزارة الخارجية، خاصة وأن السلطنة مستمرة في نهجها لتغليب لغة السلام، ويعني المرحلة المقبلة التي تسعى إليها السلطنة من لعب دور هام في الوساطات، ويعني مساعدة الدول التي تحتاج إلى تدخل من السلطنة لتقليل نسبة الأزمات. وتتركز مشاركة المؤسسات المدنية في التمرينين لتفعيل أدوارها المتعددة واختبار القدرات التي يتمتع بها منتسبو هذه القطاعات أثناء تفعيل العمل الوطني المشترك، وإدراكهم لأهمية تكامل الواجبات ومسؤوليات مختلف الخلايا والأقسام والتخصصات. شاركتنا حقيقة في هذا التمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك العماني البريطاني السيف السريع 3 جاء مكمل لأحداث وفعاليات التمرينين، وتقتصر نحن مشاركتنا على رصد وتوثيق كافة أحداث التمرينين وبث كامل الفعاليات التي يمكن أن تساهم إلى تحقيق الهدف والخطط المرسومة. تأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في تمرين الشموخ 2 والسيف السريع 3 في إطار التعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية، ويأتي دور الوزارة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتوفر السلع الأساسية في كل الظروف، والاستفادة كذلك من الاتفاقيات التي وقعتها السلطنة مع الدول الشقيقة والصديقة. الجهات المدنية لها أدوار تنظيمية كذلك في إسناد المؤسسات العسكرية والأمنية بما يحقق نجاحها أثناء المجهود العسكري وعند تفعيل المنظومة الأمنية في السلطنة. تأتي مشاركة مركز التواصل الحكومي في فعاليات أو في المركز الإعلامي المصاحب للتمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك السيف السريع 3 في إطار تعزيز الجهود الإعلامية لنقل صورة مشرفة وصورة مشرقة للجهود التي تقوم بها قوات السلطان المسلحة في هذه التمرينين، وأيضا في إطار التناغم والتكامل والانسجام بين مختلف المؤسسات، والمركز الإعلامي يوضح ويعزز هذه الصورة أكثر عبر مختلف الوسائل والقنوات سواء التقليدية وحتى الإلكترونية منها. وتهدف مشاركة مختلف القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في مجريات أحداث التمرين إلى تطوير القدرات الوطنية وتحقيق التمازج فيما بينها أثناء العمل الوطني المشترك بما يحقق الغاية الوطنية المنشودة. عودة لكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذه اللحظات. في هذه اللحظة مشاهدينا سنتحدث أو سنتعرف على موضوعاتنا لهذا المساء، أما في وقفتنا الأولى سنتحدث فيها عن اليوم الوطني لسلامة المرضى الذي يهدف إلى نشر الوعي وثقافة كيفية التعامل مع المرضى وسلامتهم. في الوقفة القادمة سنتعرف على هذه التفاصيل. أيضا هناك وقفة أخرى مشاهدينا نتعرف فيها على ندوة وثيقة إجراءات التعامل مع القضايا السلوكية في بيئة مدرسية آمنة، هذه الندوة التي ركزت على عدة قضايا أيضا سنتعرف عليها تهم المجتمع التعليمي وتهم الطالب أيضا بشكل خاص. هناك أيضا موضوع آخر مشاهدينا سنتحدث فيه عن مشروع ماركت إكس الذي يعتبر من المشاريع الخدمية واللوجستية التي تقدم تسهيلات للمواطن في حياتهم اليومية أيضا، وللشعر النبطي رونق خاص لدى الشعراء، لذلك كوقفة أخيرة سيحل علينا الشاعر نبهان بن مسعود السلطي ضيفا نتحدث فيه عن مسيرته كونه كان أحد فرسان شاعر المليون في نسخته الثامنة، لذلك سنتعرف على سيرته الذاتية في هذا المجال. هذا ما لدينا مشاهدينا في هذا المساء، لذلك نتمنى أن نقدم لكم ما يرقى بذائقتكم الكريمة، فأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل انطلاقة هذا المساء وموضوعاته. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائما لجعل حياتك أسهل.
عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك المياه، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم. اختصر الوقت ووفر الجهد والمال وأنجز معاملاتك البلدية إلكترونيا. حمل تطبيق بلديتي واستمتع بخدمات بلدية على مدار الساعة. قم بتجديد التراخيص البلدية وعقود الإيجار وتراخيص البناء إلكترونيا، وسجل شركتك في سجل الموردين. استفد من خدمات مواقف المركبات الخاضعة للرسوم، مثل شراء تذاكر مواقف المركبات وتصاريح المركبات والاستعلام عن المخالفات ودفعها إلكترونيا. قم بإرسال الاستفسارات والمقترحات والملاحظات وقدم على غيرها من الخدمات. تجول في تطبيق بلديتي وتعرف على أهم معالم محافظة مسقط. خليك في مكانك ولا تتعنى. مع تحيات بلدية مسقط. أهلا بكم في برنامج ابتكارات من متحف هنري فورد. عالم الابتكارات لا يتمحور حول التقنية فقط، قد يكون أيضا الفن المبتكر للعالم الذي يدور حولنا. والآن استعدوا للإثارة. تتصل الأجهزة الإلكترونية الموجودة داخل هذه الأساور لتساعدكم في مراقبة طفلكم، سواء أكان في السيارة أو متنزه أو مسافرا. عودة لكم مشاهدينا، وفي موضوعنا الأول في برنامج من عمان اليوم، تم الاحتفال باليوم الوطني لسلامة المرضى لما له من أهداف عديدة طبعا وضعت لمثل هذه المناسبات ومثل هذا الاحتفال، نشر المعرفة، الوعي بين مقدمي الرعاية، السلامة الدوائية وأيضا سلامة المرضى والعديد من الأهداف. سنتعرف عليها مع الدكتورة سامية بنت سالم الرابحية، المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بالدكتورة. أهلا وسهلا، ونشكركم على الاستضافة. حياك الله. ونشكر جهودكم على نقل المستجدات المحلية للمجتمع. ولو هذا واجبنا، وبما أن اليوم الوطني لسلامة المرضى كان اليوم الاحتفال، نتحدث عن أهمية تخصيص مثل هذه المناسبات أو مثل هذا اليوم. أهمية تخصيص هذا اليوم لزيادة الوعي بين مقدمي الخدمة بسلامة المرضى، لأن هي قضية عالمية، يعني ما لها قضية على المستوى المحلي، قضية على المستوى الإقليمي والعالمي. كل القطاعات الصحية على المستوى العالمي تحت وطأة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لأحداث سلامة المرضى، وتزايد الاهتمام بسلامة المرضى من بعد ما تم نشر تقرير تؤير زهيومن اللي هو الإنسان الخطأ، فأصبحت كل الدول تهتم بمجال سلامة المرضى وإنشاء برامج خاصة لتحسين سلامة المرضى، مع أن الاهتمام بسلامة المرضى كان من فجر التاريخ وفجر الطب، مش يعني فقط من أجل تخصيص اليوم. أيوة، فهذا الاهتمام يعني بشكل عام. فالسلطنة تقدمت بمقترح في الاجتماع اللي كان في بون في ألمانيا، في الاجتماع الوزاري، بتخصيص يوم عالمي لسلامة المرضى. فطبعا لقى ترحيب وقبول من قبل الأعضاء، فتم إقراره في القمة في الاجتماع الوزاري العالمي الثالث بمدينة طوكيو شهر 4/2018، واستقروا على أساس أنه يكون 17 سبتمبر من كل عام. 17 سبتمبر من كل عام أصبح يوم خاص، يوم عالمي لسلامة المرضى. إحنا اليوم احتفلنا باليوم الوطني لأن كل دولة بتحتفل. نعم، ولكن هذا الاحتفال كان لأول مرة. لأول مرة، لكن التدشين كان يصادف تدشين التحدي العالمي الثالث اللي هو السلامة الدوائية، تصادف مع هذا التاريخ اللي تم اختياره وقبوله، وكان ذاك الاحتفال الأول
باليوم العالمي لسلامة المرضى، وبالنسبة حال عمان يعتبر هذا أول احتفال بسلامة المرضى. بما أنه كان أول احتفال، لو نتعرف على الجدول الزمني للاحتفال. كان هو لمدة يوم واحد لرفع الوعي، وكان تحت شعار السلامة الدوائية عبر مراحل انتقال الرعاية الصحية. تعددت فيه المواضيع وأوراق العمل بما يخص انتقال الرعاية، السلامة الدوائية أثناء انتقال الرعاية. وانتقال الرعاية عبارة عن لما ينتقل المريض من مقدم إلى مقدم. فتعرف أنت النظام الصحي معنا أن المريض يبدأ رحلته من المركز الصحي أو من قسم الطوارئ على حسب حالته. بعدها إذا احتاج حالة تخصصية أو علاج تخصصي بينتقل للمستشفى أو للمجمع. من بعدها يرجع للمؤسسة الصحية الأولية أو للمنزل إذا كان ما يحتاج شيء، أو للرعاية المنزلية إذا كان يحتاج رعاية منزلية. فهني تكون في مشكلة في التواصل بما يخص الأدوية بشكل خاص، وطبعاً بكل الجوانب بشكل عام. لكن الدواء جداً مهم، لأنه هو هذا اللي يطلع بالمريض من المؤسسة الصحية. فهني يكون التعرف على الدواء وكيف استخدامه، كيف تخزينه، وكيف الأشياء هذه. لكن كان اهتمامنا إحنا بالنسبة للعاملين الصحيين كيف يتعاملوا في هذه المرحلة من انتقال المريض من مقدم إلى مقدم. طيب دكتورة، يعني تقديم العلاج والرعاية والدواء ليس محصور بيوم واحد أو مكان أو زمان. أيوة. في كل مكان وفي كل زمان. لكن إذا تحدثنا أو سابقا تحدثنا عن أهمية تخصيص هذا اليوم. أيوة. ولكن ما رمزيته لدى مثل ما ذكرتي مقدمي. أيوة. الرعاية؟ فهذا بس لرفع، لكن هو بيكون مستمر ودائما موجودة. سلامة المرضى حاضرة، عندنا أنشطة متعددة. فهذا الاحتفال فقط لتعريف الناس إن الاهتمام بسلامة المرضى، وزيادة لننشر الوعي بين في أفراد المجتمع، لأن المريض مشارك فعال في الرعاية الصحية، لازم يأخذ له دور في الرعاية الصحية. فهذا تخصيص هذا اليوم أو برمزيته فقط لنشر الوعي، لكن كأنشطة على مستوى المؤسسات الصحية موجودة بأشكال مختلفة وعلى حسب البرامج المخصصة لسلامة المرضى. طيب المجال الصحي مجال عالم واسع. أيوة. وعميق. أيوة. ولا. أيوة. يمكن حصره. أيوة. في يوم. أيوة. أو حتى. أيوة. فترة. أيوة. زمنية معينة. أيوة. ذكرتي نشر الوعي، خلينا. أيوة. نحن نركز بهذه النقطة، نشر الوعي. أيوة. ما نوع الوعي الذي يتم نشره؟ في جوانب في نشر الوعي نهتم بها، اللي هو الجانب العاملين الصحيين وجانب المرضى. في العاملين الصحيين في عندنا أشياء تحددة، اللي هي عندنا تسجيل الحوادث، فهذا عندنا نقص، يعني التسجيل فيها قليل. فإحنا المفروض أن نسجل الأحداث للتعلم منها، يعني ما هي القضية أن أنا أقول أن هذا الشخص سوى شيء الخطأ الفلاني أو لا، لكن هذا على أساس أنه تسجل الحوادث لتدرس ولتم معرفة أسبابها ونشرها، بحيث أنه يعني تتفادى في المرات القادمة، يعني ما تتكرر، على أساس نحد من الأحداث اللي تضر بسلامة المرضى. للمريض لإعطائه دور فعال على الأقل يسأل. فمثلا عند سقوط المرضى، يعني المريض يقدر يأخذ فيه دور، إن إذا حس بدوار أو شيء ما لازم يتحرك هو من السرير، يقدر ينادي على الممرضة. دائما في زر للمريض يقدر ينادي الممرض أو مقدم الرعاية الصحية. إذا شاف ماي أو شاف أي حاجة تحت أو أي حاجة تأثر عليه، يعني ينتبه، ينادي ينادي المساعدة. حتى أدق التفاصيل البسيطة التي يقدر. أيوة. لا يعطيها اهتمام كامل. أيوة أيوة. نعم. في أشياء بسيطة يمكن هو ما يعطيها اهتمام، لكن مرات هو يقدر ينبه، يعني مثلا في أثناء استلام الأدوية أو أنه يقدم للدواء بإمكانه يقول أنا فلان لفلان، يعني يسأل هل هذا الدواء لي، على الأقل يتأكد من اسمه أن هذا الدواء فعلا مخصص لي ولا لا. فإذا خلينا العبء دائما على مقدم الرعاية الصحية دائما بتكون فيها فوات موجودة، فالمريض هو الشخص يعني اللي يقدر يحافظ على سلامته أكثر من أي شخص ثاني، وبإمكانه أنه يتكلم في أي لحظة وفي أي وقت ويتكلم عنها، يعني يسأل، أهم شيء السؤال. فإذا يسأل بيحصل المعلومة وبيتفادى من الأخطاء اللي تكون، لأن يعني تعرف المجال الطبي واسع، وكل ما تطور كل ما تعقد، كل ما كانت الهفوات تكون أكثر. فالدور
دورنا احنا كمقدمين خدمة، ودور المريض لسد هذه الفجوات بالتعاون وبإشراك المريض في الرعاية الصحية. جيد، لكن دكتورة يعني بغض النظر عن هذا الاحتفال، أكيد هذا الدور مستمر من أجل تسهيل النظام التعاوني ما بين مقدمي الرعاية وأيضا المستفيدين من الرعاية أو من الخدمة. كيف يتم التعامل مع هذه الهفوات عادة؟ أول واحدة اللي هي قلت مثل تسجيل الحوادث، هذه واحدة. التدريب، تدريب العاملين، دراسة الأشياء المسجلة، في فكر السباق اللي هو نحن نسميه إدارة المخاطر. يعني أنا موجود في مكان الحين أشوف الأشياء اللي موجودة حوالي، وش اللي ممكن يسبب خطر للمريض أو خطر على المكان، نحدد عليه خطة عمل بحيث أن هذا الخطأ أو هذه الخطورة ما تقع على المريض وتسبب له أذى. نعم. فهذه واحدة. البحوث، كل ما كان هناك بحوث كل ما طلعت لنا معارف كبيرة عن حجم هذه المشكلة وأسبابها وكيف تفاديها. فهذه الأشياء اللي أكثر شيء نركز عليها، بالإضافة إلى إشراك المريض. دائما المريض، إشراك المريض هو المحور الأساسي. أيوة، المحور الأساسي في تجنب الهفوات. وهل هذه الاستراتيجية سائرة على كافة المستشفيات، حكومية كانت أم خاصة؟ أو الخاصة، كلهم في متابعات لبرامج سلامة المرضى موجودة، وعندنا مبادرة اللي هي اسمها يعني من منظمة الصحة العالمية المستشفيات المراعية لسلامة المرضى، وهذا طبقت لين الحين في أكثر من 26 مستشفى، منها الخاصة ومنها الحكومية، وثمانية مستشفيات اجتازت التقييم منظمة الصحة العالمية، والحين إن شاء الله على شهر 12 بيكون في 3 مستشفيات يعني معدة على أساس أنها تقيم من قبل منظمة الصحة العالمية. عودة للحديث عن اليوم الوطني لسلامة المرضى والذي كان الاحتفال به اليوم صباحا، من الفئة المستهدفة وكيف تم الإعلان عن ذلك؟ هذه الفئة في هذه المرة اللي هي فئة مقدمي الرعاية الصحية من أطباء تمريض وصيادلة. نعم. أي مقدم خدمة كان هم من المستهدفين، لأن التركيز على الترانزيشن أوف كير، وهذه يعني مسؤولية مشتركة بين الجميع، بين مقدمي الرعاية الصحية، فكانوا هم هذين المستهدفين. وعلى العادة احنا نشرك معنا كل الجهات، كل القطاعات الصحية، سواء منها العسكرية والمدنية والخاصة. نعم. فالحضور كانوا من الجامعة، من الديوان، من القوات المسلحة، المؤسسات الخاصة، وطبعاً مؤسسات وزارة الصحة. أكيد الحضور بمختلف القطاعات وبمختلف مجالاتهم وتخصصاتهم المعنية، كل منهم استفاد بطريقة خاصة، ولكن دكتورة سامية دعنا نتحدث أو دعينا نتحدث عن الاستفادة بشكل عام. ما هي الاستفادة التي قد يخرج منها الحاضر من هذا الاحتفال؟ كانت في مواضيع وأوراق عمل وعرضت، منها اللي هو التوافق الدوائي، فهذه جدا يعني مهم في فترة انتقال المريض من مؤسسة إلى مؤسسة، أو حتى في نفس المؤسسة من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة. فهذا التوافق الدوائي احنا نسميه medication reconciliation، فهو عبارة أن من يدخل المريض على التنويم أنه تعرف الأدوية اللي ياخذها في البيت ونقارنها بالأدوية اللي موجودة معنا في المستشفى إذا كان منوم سابقاً أو لا، وتكون موجودة بحيث أنه ما يفقد الجرعة من جرعاته، أو أنه مثلاً تزيد عليه جرعة من الجرعات، أو أنه يكون في تعارض بين الأدوية اللي يأخذها في المستشفى واللي كان يأخذها في البيت. وعلى أساس أنه إذا أعطيناه رجيم جديد من الأدوية ما يتعارض مع الرجيم اللي كان موجود معه في البيت. فهذه كانت جداً مهمة وقيمة، إضافة للأشياء اللي يمكن أنها تسبب تفاعلات عكسية للمريض، فهذه نفس الشيء نوقشت في الـ في الـ في الـ في اليوم الوطني، في البرنامج العلمي اليوم الوطني. جيد. هذا عن اليوم الوطني لسلامة الأمراض، ولكن دعينا نتحدث بشكل عام في نهاية هذا الحديث. ما هي دعنا نقول ودعينا نقول الرؤى المستقبلية لسلامة المرضى من احتفالات، من فعاليات، من أنشطة أيضا؟ مؤخرا أعلن عن المركز التعاوني أن اختير سلطنة عمان كمركز تعاوني لمنظمة سلامة لمنظمة الصحة العالمية بما يخص الجودة وسلامة المرضى. فهذا بيعطينا آفاق جديدة للتعامل مع سلامة المرضى فيما يخص البحوث، البرامج،
برامج سلامة المرضى، السلامة الدوائية، وعقد المؤتمرات والتدريب للموظفين، ومن ضمنها أيضا اللي هو إشراك المريض. فعندنا خطط مستقبلية بما يخص الحد من الأضرار كسلامة دوائية، وبما يخص دراسة أو تجميع البيانات على المستوى الوطني من الأحداث الضارئة والخافرة والمستدركة. فهذه أنواع من الأضرار، في نوع منها يوصل للمريض وفي نوع ما يوصل للمريض، وكلها تسجل في المؤسسات، ونشجع العاملين الصحيين على تسجيل هذه الأحداث. يعني لاحظ دكتورة أن التركيز على ثلاثة أطراف، مقدمي الرعاية والمستفيدين من الرعاية، وأيضا والنظام. الدواء أو النظام. النظام كما ذكرتي من خلال حديثك، أيضا كما سألتك الآن سابقا عن الرؤى المستقبلية، كيف يتم اختيار هذه المعايير، دعينا نقول، أو كيف يتم التركيز على مختلف المجالات؟ هل عدد الهفوات التي ممكن أن تحصل، أو دعينا أيضا نذكر المشكلات الحاصلة في المجال الطبي؟ شوف، هي كل ما تدرس الحالات، تدرس الأحداث الطبية المسجلة، وعلى حسب الأولويات تسجل. من غير أن عندنا فيه خطط خمسية موجودة وخطط لمنظمة الصحة العالمية اللي نمشي عليها، فعلى حسب الأولويات اللي تكون موجودة معنا على المستوى المحلي أو مستوى وزارة الصحة والقطاع الصحي، مع الأولويات اللي موجودة في عالميا من منظمة الصحة العالمية. فالحين في مثل الحين عندنا اللي هو إدارة المخاطر وتسجيل الأحداث الضارئة، هذه تعطينا الأولوية اللي بنشتغل عليها محليا، اللي التركيز عليها محليا. عندنا منظمة الصحة العالمية مع التدشين الثالث أعطتنا ثلاث أولويات يحتاج العمل عليها، اللي هي الانتقالات الرعاية، الإفراط الدوائي، والحالات ذات الخطورة العالية، بالإضافة إلى إدخال المنهج. فهذه الأشياء تعتبر بالنسبة لنا أولوية للحد من أحداث سلامة المرضى ولتطوير البرنامج اللي موجود معنا. جيد، كل هذه الجهود المبذولة في المجال الطبي ما هي إلا دافع للكادر الطبي لتقديم الأفضل ولتسهيل الرعاية أيضا للمقدمين والمستفيدين من هذه الخدمة. الدكتورة سامية بن سالم الرابحية، المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة، شكرا لك. إذن مشاهدينا، هذه كانت وقفتنا الأولى، حيث ما تحدثنا عن اليوم الوطني لسلامة المرضى. الاحتفال كان في صباح هذا اليوم، وكما تحدثنا من خلال هذه الوقفة نشر المعرفة والتوعية الصحية لمقدمي الرعاية وأيضا للمستفيدين. ننتقل لهذا الفاصل وبعدها لنا عودة. السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم وهذه عناوين التاسعة مساء. السلطنة والمملكة المتحدة تؤكدان أن تمرين السيف السريع ثلاثة المشترك يأتي في إطار تبادل الخبرات ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة في البلدين الصديقين. الأمم المتحدة تشيد بما يقدم في السلطنة من خدمات صحية عالية المستوى. جلسة حوارية لمجموعة أسياد في جنيف تناقش دور المرأة العمانية في الاقتصاد وبناء المجتمع. إثراء تناقش تطوير جودة المنتجات المصدرة ورفع كفاءة المصدرين العمانيين في الأسواق العالمية والصناعات والمنتجات العمانية في الأسواق العالمية. وزير الدفاع الأمريكي يستنكر قيام روسيا بنشر صواريخ ذات قدرات نووية ويتوعد بالرد بالمثل. واشنطن تضع إمكاناتها في التصدي للقرصنة المعلوماتية في تصرف حلف شمال الأطلسي، وتتهم سبعة من الاستخبارات العسكرية الروسية بارتكاب جرائم قرصنة. توسك يجدد عرضه إبرام اتفاقية تجارة شاملة مع بريطانيا.
كانت هذه العناوين، نشرة مفصلة في تمام 10 بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ونواصل الحديث في برنامج من عمان، حيث في هذه الوقفة سنتحدث عن وثيقة إجراءات التعامل مع بعض القضايا السلوكية في بيئة مدرسية آمنة، حيث بالأمس تم إقامة ندوة تناقش هذه الوثيقة، لما لها من أهداف، لما لها من أهمية، وسنتحدث عن تفاصيل أوفى وأكثر عن هذه الوثيقة مع الدكتور جلال بن يوسف المخيني، رئيس قسم الإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بالدكتور. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. هذه الوثيقة أكيد لم تأتي إقامتها عبثا، هناك بعض الأسباب التي دعتكم لإقامة مثل هذه الندوات، دعنا نتحدث في البداية عن هذه الأسباب. يعطيك العافية أستاذ مها. في الحقيقة الندوة هذه وجدت بركة من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم. طبعا الأهداف كثيرة اللي دفعت لإقامة هذه الندوة، واحدة من الأهداف المركزية اللي في الحقيقة تسعى لها وزارة التربية والتعليم خلق بيئة آمنة للطلبة في الحرم المدرسي، كذلك حتى يكون هذا الطالب في حرز في ساعات تواجده في المدرسة إلى عودته لأسرته. هذه واحدة من الأهداف المركزية اللي تركز عليها وزارة التربية والتعليم. الندوة في الحقيقة تتفرع لها أهداف جزئية كثيرة، واحد منها معرفة الطلبة أو المجتمع المدرسي بمختلف أطيافه من طلبة وعاملين وموظفين في المدرسة للإجراءات القانونية والتشريعية حول الإساءة للأطفال أو للطلبة بمختلف مستوياتها، كذلك بمختلف أنواعها هذه الإساءات. ركزت الندوة على ثلاث سلوكيات كانت هي حادة الأثر أو السلوكيات اللي تدخل في الدوائر الصعبة إذا صح التعبير، اللي هي الإساءة الجنسية والإساءة الجسدية، كذلك المخدرات أو تعاطي المخدرات. طبعا واحدة من أهداف هذه الندوة ركزت على توعية الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين حول هذه القضايا ومستويات هذه القضايا، وركزت كذلك على الإجراءات أو بروتوكول التعامل في حال حدوث مثل هذه السلوكيات الغير مرغوبة في المجتمع المدرسي. من خلال الأهداف التي ذكرتها دكتور، ألاحظ أهمية وجود مثل هذه الوثيقة لكي تنظم السير البيئة المدرسية والتنظيمية في البيئة المدرسية لدى الطلبة والمعلمين، وكيفية أيضا التعامل مع هذه المشكلات. ركزتم على الإساءة الجسدية والجنسية والمخدرات، لماذا يا ترى؟ في الحقيقة هذه الإساءات نحن نصنفها في المقاييس العالمية أنها من الإساءات الصعبة أو الإساءات اللي تدخل في الدوائر الحمراء أو الدوائر الحساسة اللي يتعرض لها في الغالب الأطفال أو الطلبة في أعمار الطفولة. السلطنة في الحقيقة هي ليس في معزل عن العالم اليوم، أبناءنا الطلبة ليس في معزل عن التعرض لمثل هذه السلوكيات الغير مرغوبة والسلوكيات الخطيرة، خاصة اليوم مع انتشار كثير من المتغيرات التي تدفع مثل هذه السلوكيات وإمكانية حصولها في حرم المدرسة. هناك بعض المؤشرات البسيطة، مجتمع السلطنة بعكس المؤشرات العالمية حول كثافة هذه السلوكيات أو حصولها في المدارس، لكن كإجراء استباقي في الغالب حنا نستخدمه، يعني تدعم المؤسسة التربوية بقوة الإجراءات الاستباقية قبل حدوث هذا السلوك. فالوثيقة ركزت على حزمة من الإجراءات الاستباقية قبل حدوث هذا السلوك، منها التوعية، منها البرامج الإرشادية بمختلف مستوياتها، منها حملات التوعية اللي تقوم بها في الحقيقة المؤسسة التربوية من خلال دور المدرسة في المجتمعات. التوعية ونشرها، وأيضا يتم التركيز على التوعية، دعنا نتحدث
قبل طبعا الإجراءات التنفيذية، ما نوع التوعية التي يتم نشرها ومتى يتم نشرها؟ في الحقيقة المؤسسة التربوية والإدارة العليا في وزارة التربية والتعليم توجيهات بمستويات مختلفة لتوفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة، وهناك أدوار مختلفة يعني في وزارة التربية والتعليم على مختلف التقسيمات الموجودة في هذه المؤسسة، كل يعني يقوم بدور مختلف. واحدة من هذه التقسيمات في وزارة التربية والتعليم المديرية العامة للبرامج التعليمية. المديرية العامة للبرامج التعليمية كان لها دور أو كثافة عالية في موضوع توعية أبنائنا الطلبة عن طريق الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس. هناك برامج مختلفة في الحقيقة نفذتها هذه المديرية، برامج لها علاقة بحماية الجسد، برامج لها علاقة بالجوانب النفسية، منها تأكيد الذات اللي حنا نسميها في الغالب السكيلز أو المهارات اللي تسبق هذه السلوكيات، أو ما نسميها عوامل الخطورة، لأن أبنائنا الطلبة يتعرضوا لكثير من عوامل الخطورة وعوامل الوقاية. عوامل الوقاية في حزمة من البرامج مختلفة ومتنوعة، سواء هذه البرامج ذات بعد نفسي أو ذات بعد اجتماعي أو ذات بعد تربوي. البرامج مختلفة في الحقيقة ومتنوعة، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين مع إدارات المدارس مع المعلمين في مدارسهم جالسين يقوموا بدور كبير في حول هذا. واحدة من الأشياء اللي أخذت المؤسسة التربوية على عاتقها الرهان والعهد على أن التربية تسبق التعليم، فالمؤسسة التربوية قائمة بدور حول ذلك. يعني هناك برامج متنوعة يعني تختلف بين فترة وأخرى حسب الظواهر أو المشاهدات اللي ممكن حن نرصدها في مجتمعنا في سلطنة عمان. الوثيقة أكيد لها أسبابها ولها أهميتها، ولكن دعنا دكتور نتحدث بشكل واقعي أكثر من أجل نشر الإفادة. إذا تعرض الطالب لمثل هذه الإساءات كما ذكرت بتنوعها، ما يجب عليه من تصرف؟ إلى من يرجع؟ أوكي. في الحقيقة أستاذ مها، الوثيقة رسمت الخطوط الفنية والخطوط الإدارية للتعامل مع مثل هذه الحالات. يعني الوثيقة ذات ثلاث محاور حقيقية أو رئيسية. واحد من هذه المحاور صنفت السلوك، نوع السلوك هذا، كذلك مستويات هذا السلوك، لأن هذا السلوك بالتصنيف العالمي له مستويات، ممكن مستوى بسيط حدوث هذا السلوك أو مستوى متوسط أو مستوى عالي. الإجراء اللي يحصل في الغالب في حرم المدرسة، والإجراء الإرشادي أو الممارسة التي تتم بعد حدوث ذلك السلوك. في البداية يعني متى ما عرفت أو تعرفت إدارة المدرسة على هذا السلوك عن طريق الأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو عن طريق أحد المعلمين أو أحد العاملين في المدرسة عن هذا السلوك، يتم مباشرة التواصل مع لجان الحماية، عضو لجان الحماية في المؤسسة التربوية. في أغلب المحافظات التعليمية في وزارة التربية والتعليم هناك أعضاء للجان الحماية. عضو لجان الحماية يعد تقرير حول ذلك، كذلك يشعر ولي الأمر مباشرة. إدارة المدرسة تشعر ولي الأمر بما تعرض له ابنه. كذلك بعد إعداد التقرير من عضو لجان الحماية تحول للجنة أو الإدارة التابعة لحماية الطفل في وزارة التنمية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة حول هذا الحدث. الوثيقة كذلك فصلت يعني هذه الإساءة حدثت من ولمن، حدثت من طالب إلى آخر، أو حدثت من موظف في المؤسسة التربوية أو في المدرسة للطالب، أو حدثت من أحد العاملين لهذا الطالب، أو كذلك حدثت من طالب إلى طالب زميل له في المدرسة. وضعت بروتوكول خاص، واحدة كانت من أهدافها وضع قالب إجرائي لتعامل إدارة المدرسة مع مثل هذه السلوكيات. وإذا تحدثنا دكتور من جانب نفسي، بعض الإساءات قد يتعرض لها الطلبة، ولكن هناك بعض التردد من الإخبار أو إفشاء هذا السر لربما، كيف يتم التعامل مع ذلك أو كيف يتم الكشف عن ذلك؟ في الحقيقة وزارة التربية والتعليم من وقت مبكر سعت بقوة لوجود في الهيكل الإداري في المدرسة وجود أخصائيين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين. طبعا كل من هؤلاء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين له دور معين وله وصف
وظيفي محدد وله مهام إدارية وفنية مختلفة. هنا يبرز دور الأخصائي النفسي ودور الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع هذه الحالات. في الغالب حنا لنا برامج خاصة لتوعية الطلبة لآلية التعامل مع الطلبة من طرف الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وكيف معرفة الطالب في المدرسة الدور الحقيقي لهذا الأخصائي، وأن هذا له دور خاص وبروتوكول خاص في التعامل مع الحالات، وهذه الحالات سوف يعني تؤثر في ظل أخلاقيات الوظيفة له الجانب السري وال يعني التكتم على هذه الحالة وتقديم الخدمات المهنية. اليوم كثير من أبنائنا الطلبة يعني هذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل التوعية والبرامج اللي تقدمها الوزارة مشكورة في هذا الجانب، أصبحت هناك علاقة مهنية وعلاقة من الثقة قائمة بين الطالب والأخصائي النفسي. والوثيقة في الحقيقة ركزت على الدور المهني للأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي من خلال حزمة من البرامج النمائية والبرامج الوقائية، كذلك البرامج العلاجية. اليوم عندنا حن بفضل الله عز وجل في السلطنة يعني قرابة 1500 أخصائي نفسي واجتماعي موزعين على مختلف محافظات السلطنة. أغلب مدارسنا اليوم يعني ما تخلو من وجود أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي جالس يقدم دور مهني متقدم بفضل الله عز وجل. طبعا دكتور جلال، نحن لا نتحدث عن مدرسة أو اثنتين، نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من المدارس وأعداد أيضا الطلبة، يعني لا يمكن أن نحصر إمكانية مثلا تطبيق ما في الوثيقة على مدرسة أو غيرها. كيف يمكن أن يتأكد المعنيين في هذا المجال أن ما في الوثيقة وما يرد فيها تم تطبيقه في كافة المدارس وبما يخدم الطالب؟ هو في الحقيقة أستاذ مها يعني لما في تدشين في الندوة التي أقيمت صباح أمس عن إجراءات التعامل القضايا السلوكية الجسدية والجنسية والمخدرات، حرصت الوزارة، كانت هناك توجيهات من الإدارة العليا في وزارة التربية والتعليم لإشراك جميع أطياف المجتمع المدرسي. حضر في هذه الندوة من جميع محافظات السلطنة، حضر أولياء الأمور وحضر المعنيين في وزارة التربية والتعليم سواء كانوا فنيين أو إداريين، يعني دراسة هذه الوثيقة وتقديم تغذية راجعة متقدمة حتى يعني يتمكن الحقل التربوي من اعتماد هذه الوثيقة. أعطي التغذية راجعة، هناك توصيات كانت بمستوى متقدم سواء يعني في المضمون أو في شكل هذه الوثيقة. يعطيكم العافية الدكتور جلال بن يوسف المخيني رئيس قسم الإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم، شكرا لك. شكرا جزيلا لك سعد مها، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا هذا كان الحديث عن وثيقة إجراءات التعامل مع القضايا السلوكية في بيئة مدرسية آمنة، وننتقل بكم إلى تقرير حيث اختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخامس تحت عنوان حركة الطباعة العمانية وأثرها في التواصل الحضاري. نتابع هذا التقرير وبعدها لنا عودة. إنشاء خزائن رقمية لأوائل المطبوعات العمانية. بعد يومين من الأطروحات والمناقشات وأوراق العمل، خرج المؤتمر الدولي الخامس حول حركة الطباعة العمانية ودورها في التواصل الحضري بتوصيات عدة، أهمها إنشاء قاعدة بيانات عامة شاملة للنتاج الفكري العماني المطبوع عبر الأزمنة، وعقد دورات وورش علمية في طباعة الكتب بمختلف مراحلها، بالإضافة إلى إنشاء خزانة رقمية لأوائل المطبوعات العمانية. طبعا المؤتمر خرج بعدة توصيات، من أهمها إنشاء مؤسسة وقفية تعنى بطباعة ونشر الكتب العمانية، والمؤسسة الوقفية تبني نفسها بنفسها بحيث يتم تمويلها من قبل أصحاب الخير، وأيضا يتم العائد من بيع هذه الكتب لأيضا استمرارية المشروع. هذا مؤتمر في غاية الأهمية، وعقده وما يحتوي من فقرات يمثل دفعة قوية لتجسيد عمق العلاقة التاريخية ومستقبلها ما بين ماليزيا والوطن العربي. أستفيد كثيرا من هذا المؤتمر، حيث أنه
يعرفني عن جهود الجهود المبذولة من حكومة عمان. كما أوصى المؤتمر الذي تنظمه سنويا مؤسسة ذاكرة عمان بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا على إنشاء جائزة للطباعة والنشر تحفيزا للناشرين والمؤسسات الطباعية، وتأسيس جمعية أهلية لرعاية شؤون الناشرين والمؤسسات، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المبادرات البحثية في تاريخ الطباعة العمانية وما يتصل بصناعة النشر والتوزيع. منصور بن ناصر السعدي، موفد تلفزيون وإذاعة سلطنة عمان، ماليزيا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في هذه الوقفة سنتعرف على أول خدمة هايبر ماركت تقدمها شركة ماركت إكس، مشروع خدمي لوجستي يسهل للمستفيدين والمستخدمين طريقة التسوق ولكن بطريقة مختلفة مستقاة من الثورة الصناعية الرابعة. كيف؟ سنتعرف على ذلك مع الأستاذة شريفة بنت مسلم البرعمية، المؤسس والشريك التنفيذي لمشروع ماركت إكس. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومساء الخير وشكرا على الاستضافة. ولو هذا واجبنا ونورتينا في برنامج من عمان. في البداية قبل أن نتعرف على مشروع ماركت إكس، أكيد أثناء التفكير بإقامة مثل هكذا مشروع وإطلاقه هناك عدة أسباب، ما هي ترى؟ والله يمكن السبب الأول اللي دفعنا لتأسيس مثل هذا المشروع طبعا وجود الآن الثورة الصناعية الرابعة والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة، وفي النهاية يعني إن لم تكن أو لم تلامس هذه الثورة الصناعية الرابعة حياة الشخص وتسهيل حياته تظل هي كمفهوم بعيد. فلذلك يعني إحنا لما نظرنا إلى ما هي بعض التحديات اللي إحنا نواجهها، إحنا يعني كمؤسسين للمشروع، يعني إحنا اثنينتنا نشتغل أنا وشريكي، ضيق الوقت، عدم وجود الخدمات بجودة عالية عندنا في السلطنة أيضا، بينما هذه الخدمات موجودة في دول أخرى، يعني في عدة دول السوق الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني اللي يقدم هذه التسهيلات متواجد وبسهولة. لذلك يعني أقدمنا على الموضوع بتدليل التقنية وتقديم هذه الخدمة، والحمد لله يعني في خلال 6 أشهر من انطلاق المشروع أصبح فعلا عندنا زباين يمكن ولائهم جدا عالي، يعني تقريبا 60% من العملاء اللي يجون معنا في الخدمة يرجعون مرة ثانية ويقدمون الطلب أكثر من مرة، فالحمد لله. جيد، يعني من خلال حديثك لاحظت تركيزكم على استثمار التقنية، التقنية نجدها أينما كنا وأينما تابعنا ونستخدمها أيضا، ولكن هناك بعض المفاهيم والمصطلحات قد لا يتعرف عليها المستفيد البسيط من ذلك، لكن يعني لو نتحدث كيف ممكن الشباب قد يستفيد مثل هذه التقنيات؟ استفدتم منها في إطلاق هذا المشروع، ولكن نلاحظ هناك أيضا مشاريع أخرى تطلق، هل لاحظتي أن الشباب ذللوا هذه الصعاب وهذه التقنية والاستفادة منها أيضا؟ شوفي، هي في الحقيقة يعني حتى نكون أيضا منصفين، إحنا كمشروع إحنا أساساً كنا نمتلك شركة الجزيرة الدولية للخدمات والاستثمار، أساساً إحنا كنا في مجال التموين لتقريباً 17 سنة، فكنا ولكن يعني خدماتنا نقدمها كنا من الشركة لكبرى الشركات وللجهات الحكومية. تدليل التقنية جاء إنه ننزل من ما يسمى B2G، من البزنس يعني من الشركة للجهات الحكومية ومن الشركة للقطاع الخاص الشركات الكبيرة إلى المستهلك، فهنا استطعنا أن نستفيد من خبرة 17 سنة في مجال التموين ونقدمه الآن للمستهلك. لما نرجع على نقطة الشباب، طبعا بحكم ايضا مجالي انا في دعم رياده الاعمال وتقديم الاستشارات والتوجيه للشباب، اللي نلاحظه ما زال الشباب يركز فقط على التقنيه ولا يركز على الوصول ل او تطبيقها على ارض الواقع للوصول للمستخدمين. في بعض الشركات المحليه قدرت انها يمكن تصل ل او تتغلب على هذا التحدي، ولكن يعني نصيحتي يمكن من هذا المنبر أيضا للشباب اللي هم حابين أن يذللون التقنية،
أنه يفكرون خارج التقنية. يعني التقنية هي enabler، هي ممكن لتقديم الخدمة، فضروري أنه الخدمة اللي تقدم أساساً تقدم بشكل ممتاز بجودة عالية، ومن ثم يتم تدليل التقنية لتطويرها وتسهيل نموذج العمل للمستهلك. من هذه الأسباب التي ذكرتها، ومن هذا المدخل أيضا نستطيع القول أننا نرى تطبيق ماركت إكس. نعم. ما هو هذا التطبيق؟ نتعرف على فكرته. هو ماركت إكس، احنا خليني أبتدي بالاسم. ليش ماركت إكس؟ وكثير يسألون عن هذا السؤال، انه ليش ماركيتكس. ماركيتكس جت كلمه من ماركيت. احنا عندنا في عمان، يعني نقول احنا اذا بروح السوبر ماركت بروح الماركيت. واكس هي مصغر لإكسبرس، فهو الهايبر ماركت او الماركيت السريع. هو عباره عن تطبيق وسوق الكتروني يضم العديد من الاحتياجات اليوميه اللي نستخدمها بشكل يومي. يعني اتوقع كل واحد منا لما يروح يشتري أغراض البيت، مقاضي البيت، مستلزمات البيت، راشن البيت، على الأقل يمكن مرة في الأسبوع، وتكون دائما، يعني خاصة للناس اللي وقتهم ضيق. يعني إحنا يمكن كنساء موظفات، أو يمكن الأشخاص اللي ما عندهم سيارات أو وقتهم ضيق، يستصعب الذهاب، يعني الطوابير الطويلة والتسوق والباركينج و و و. فجت خدمة ماركيتكس لحل هذه المشكلة. هي نقدم سوق إلكتروني في جميع مقاضي البيت اللي يحتاجها كل منزل. الطلب عن طريق التطبيق، أنت لما تتكلم مع أحد تدخل على التطبيق تطلب الأشياء اللي تريدها، تضيفها إلى سلة التسوق اللي عندك، وبضغطة زر يوصل الأوردر، الطلب عندنا إحنا. طبعا على طول يوصلك إيميل بتأكيد الطلب، وخلال يعني ساعتين يوصل الطلب إلى موقعك أينما أنت فعلت الموقع. الدفع عند الاستلام إما كاش أو بالبطاقة حتى، وهكذا يعني تصير عملية التسوق من أي مكان وبكل سهولة. جيد، الفكرة جميلة جدا. لو نتعرف على آلية العمل، ذكرتي أن مثل السلة والتسوق كأنما التسوق في أرض الواقع، ولكن من المنزل، ومن ثم بضغط الزر قد يصل ما طلب أو ما تم شراءه. نتعرف على كيفية التسجيل، كيف أيضا التسجيل والدفع، ذكرت أثناء الاستلام، ولكن نتعرف على كيفية التسجيل. التسجيل سهل جدا. هو إحنا الشخص من يدخل على التطبيق، وأنا يعني يمكن اليوم أدعو الكل لتنزيل التطبيق أو تحميل التطبيق واستخدام الخدمة. أيضا حتى إحنا نطور من خدمتنا. سهل جدا، يدخل على التطبيق يسجل معلوماته، خلاص يصير ريجسترد معانا، يصير تسجيل معانا. طبعا فيها عنوان المنزل، رقم الهاتف والإيميل فقط، ومنها يطلب الطلبات اللي يريدها، يحدد الوقت. أيضا إحنا عندنا خاصية تحديد الوقت واليوم، يعني عندنا بعض العملاء الآن معانا خلاص صار كل يوم جمعة الصباح الساعة 10 يريدون أغراض البيت توصلهم، فهم يطلبون في منتصف الأسبوع كل جمعة الصباح الساعة 10 الأغراض موجودة عند باب بيتهم. يحدد الوقت واليوم، ومنها أيضا يحدد الموقع، لأنه بعض العملاء وجدنا بأنه مش الكل يريد الأغراض توصلوا للبيت. في أشخاص يفضلون أنه الأغراض مثلا تروح إلى منزل آخر. يعني عندنا أحد الزبائن أوجه له التحية، أسبوعيا يرسل الأغراض لبيت والدته، فيطلب عن طريق التطبيق، وإحنا نوصل الأغراض مباشرة لمنزل الوالدة وهي لا تدفع. يعني أيضا الدفع يتم عن طريقه هو مباشرة لنا إحنا عن طريق التحويل البنكي. فالتطبيق سهل جدا، سلس جدا، يوزر فريندلي جدا، سهل الاستخدام. ولذلك الحمد لله، يعني إحنا تعدينا أول أمس تعدينا سقف الألف عميل. نعم. ألف عميل، يعني اللي هم اشتروا من خلال التطبيق، وكثير منهم 60% تقريبا هم عملاء دائمين معنا. نحن إذا تحدثنا عن التطبيق بشكل موسع سنركز على المحور الأساسي واللي هم المستفيدين أو الزبائن العملاء، وأيضا على الموارد البشرية الموصلين، أيضا الأسواق اللي يتم التعامل معها. نتحدث في البداية عن الأسواق. أنا كمستفيدة أحيانا أفضل سوق عن غيره، هل لي الاختيار في ذلك؟
احنا بحكم انه اساسا احنا كنا في مجال التموين سنين، وهذه يمكن الخبره اللي عندنا، احنا نتعامل مباشره مع الموردين. ولكن يعني اظل واقول احنا عندنا طبعا مراكز تخزين وتوزيع. في بعض الزبائن ان كان في منتج هم يحبذونه، يعني براند معين، علامه معينه، ايضا عندنا خاصيه انه بكل سهوله انت تضيفين معلومات الاغراض اللي بغيتيها اللي ما موجوده في المتجر، ونلتزم احنا ان نجيبها، والمره الجايه لما تزورينا في التطبيق تجدين المنتج موجود بصورته وباسعاره وبكل شيء. فايضا احنا نبني المخزون اللي عندنا، الانفنتوري اللي عندنا نبنيه من خلال العملاء واحتياجاتهم وطلباتهم. وماذا عن الموارد البشريه التي تعمل تحت هذا السقف؟ احنا ما زلنا فريق صغير، ولكن هناك خطه توسع كبيره باذن الله. يعني احنا الان عندنا مركز واحد في مسقط، خطتنا التوسعيه باذن الله ان نصل لخمس مراكز في جميع في أنحاء المحافظة، محافظة مسقط، وبإذن الله أيضا نتوسع للمحافظات الأخرى يعني من خلال السنتين القادمتين. فالفريق ما زال صغير ولكن بإذن الله يكبر ويتوسع. ذكرتي أنه عدد العملاء أو الزبائن وصل إلى فوق الألف. نعم. الألف يعتبر عدد كبير بالنسبة لأنكم بديتوا من 6 أشهر، ولكن نعم. مقارنة أن الفريق فريق بسيط، كيف يتم التعامل مع هذا العدد الكبير؟ كيف يتم الموازنة أيضا مع عدد الطلبات، التوصيل في نفس الوقت وأيضا في نفس المكان؟ هذا هو عد هي هنا التحدي. هنا يجي هنا هو تحدي، ولكن هنا تيجي تقليل التقنية. تقنية العصر والثورة الصناعية الرابعة والخدمات اللي ممكن أنت أو العمليات اللي ممكن تديرها من خلال التقنية مذهلة حقيقة. يعني إحنا عندنا وأنا جالسة الآن عندكم حتى في الانتظار قو طلبين، كيف أعرف؟ لأنه كل واحد منا، كل أعضاء الفريق عنده خاصية التنويه بأنه في طلب جاء ويروح إلى كل أجهزتنا المحمولة. فأيضا إحنا يعني مذللين التقنية بشكل كبير جدا. أول ما يوصل الطلب عند الكل عارف إيش تحديدا دوره هو. فإلى الآن إحنا قادرين أنه مسيطرين على الوضع، مسيطرين تماما على الوضع، ولذلك يعني بالعكس ندعو الكل بأن يستخدم التطبيق ويستفيد منه، حتى أيضا نستطيع أن نطور الخدمة ونتوسع. والهدف الحقيقي فعلا في النهاية أنه إحنا نريد نسهل حياة الناس. يعني أنا عن نفسي شخصيا التقنية وجدت لتسهيل حياة الناس. هي تقنية وجدت لذلك. يعني أنا عن نفسي من شهر 4 من لما ابتدينا التطبيق هذا ما دخلت سوبر ماركت، ما شاء الله الحمد لله. يعني وفعلا وكثير من العملاء اللي عندنا صاروا وجدوا أنه فعلا يعني أنت في النهاية لما تقدرين تستفيدين عدة ساعات في الأسبوع تستخدمينها في قضاء الوقت مع الأسرة، مع أشياء أهم. إذا حد شال منش حمل إنش تروحين للسوبر ماركت، ليش لا؟ فهذه يمكن يعني هذه أهم نقطة في مسألة الخدمة والقيمة الحقيقية اللي يقدمها ماركيتكس. إذا تحدثنا عن الزبائن أو العملاء، كيف تضمنون رضاهم؟ إحنا شركة، حتى دائما نقول يعني نذكر أنفسنا أولا وأخيرا إحنا شركة خدمية. خدمة العميل بالنسبة لنا شيء مقدس. أي عميل غير راضي عن الخدمة بدون أسئلة، الكل يعرف بأنه إذا غير راضي عن أي منتج إحنا نرجعه بدون ما نسأل ونعوضه عن المنتج. خدمة العملاء، ويمكن هذه يمكن الجوهر أو أهم شيء خلانا فعلا نتطرق ونركز على هذا المشروع. في ثغرة كبيرة عندنا في السوق في السلطنة في تقديم الخدمات. يعني الخدمات ليست بالمستوى اللي يستاهلها ويستحقها العميل. يعني المستهلك يستحق خدمة أفضل، ولذلك إحنا عندنا في ماركيتكس جدا مهم خدمة العميل، رضاؤه. مثل ما قلت لك عندنا تغيير المنتجات بدون سؤال جدا مهم، ورضاهم طبعا إذا حد في الوقت المحدد إحنا ما نسمح لأي تأخير في التوصيل أكثر من 5% عن الوقت المحدد. في بداية حديثك أستاذة شريفة قلتي أنه الولاء الذي المتصل بالزبائن وصل إلى 60%. نعم. كيف تأكدتي من هذه النسبة؟
مجددا تذليلا للتقنية. احنا وهذه من الاشياء اللي يكون دائما يمكن رواد يعني الاعمال انكم مستفيدين بالتقنية حتى في الاحصائيات في كل شيء. نعم. في كل شيء. شوفي انا من البداية ويعني من السنوات السابقة اللي كنت فيها انصح دائما رواد الاعمال اي مشروع ناشئ وحتى ينمو ويتطور لابد ان يكون مبني على اساسات علمية. الأساسات العلمية ما هي؟ هي أنه عندك أنت إحصائيات وبيانات تقيسها، الشيء الذي لا تقيسه لا يمكن أن تديره. فإحنا من البداية عندنا مؤشرات قياس واضحة بشكل يومي وحتى يعني بالساعة. إحنا نعرف الآن كم عميل متصفح عندنا، نعرف كم عميل حط أغراض في السلة ولكن ما كمل إلى البيع، نعرف ليش، يعني نحاول أنه نحل المسائل هذه، نتواصل مع العملاء اللي شفنا أنه حطوا أغراض بس ما كملوا، ليش ما كملوا البيع. نعم. فعملية مجددا تذليل التقنية في متابعة جميع مراحل الشراء والتسوق اللي هي موجودة عندنا في الموقع. ويجب علينا أن نركز على بعض النقاط اللي تفيد المشاهد والزبون بشكل خاص. ما هي المنطقة التي يغطيها السوق أو التطبيق؟ حاليا نغطي جميع أنحاء محافظة مسقط. هل هناك حد أدنى للطلب؟ الحد الأدنى هو ما في حد أدنى، ولكن عندنا حد أدنى للتوصيل. فأي طلب أكثر من 5 ريالات عمانية التوصيل مجانا، ما يحتسب عليه. إذا أقل من 5 ريال عليه 2 ريال للتوصيل. جيد. ماذا عن المستلزمات والكماليات الموجودة في التطبيق؟ عندنا كم كبير من الكماليات والمنتجات الموجودة، ولكن أيضا هنا أوجه دعوة للمشاهدين أو اللي هم راح يكونوا يعني زباين معانا. أي شيء أنت متعود أو أنت متعودة تشترينه وما حصلتي عندنا، حاطين إحنا سكشن صغير يعني قسم صغير، ضيفوا فقط اسم المنتج اللي تريدونه والكمية وعلينا احنا نروح نجيبها وبعدين خلاص ندرجها من ضمن المنتجات المعروضة عندنا في المتجر الإلكتروني. يعني من ضمن الاقتراحات. من ضمن الاقتراحات، مش فقط الاقتراحات، يعني انا الحين مثلا اذا اريد شيء معين بس ما موجود اذا حطيته راح يكون من ضمن الطلب ويضاف ويوصل للعميل مباشرة. بالعكس احنا بالنسبة لنا هي رحلة معرفية حتى نتعرف على أكثر الأشياء اللي هي العملاء يشترونها عندنا في السلطنة. ألا تتوقع أن في بعض المنتجات التعامل معها بطريقة حساسة مثل المواد الغذائية؟ هل وجدتم أي صعوبة في التعامل معها؟ بالعكس أبداً. أحياناً تصل تالفة لربما؟ أبداً. إحنا عندنا مثل ما قلت لك إحنا نعتمد على خبرة 17 سنة في المجال التمويني. فمسألة الجودة المنتج إنه يكون طازج ويعني يصل بجودة عالية وأيضا بسعر منافس، يعني أنا اليوم أدعو أيضا الكل أن يدخل علينا في المتجر الإلكتروني ويقارن ما بين أسعار الخضار بالذات الخضار والفواكه مع اللي موجود في السوق. أسعارنا منافسة جدا وتصل بجودة عالية، وإن لم يكون في رضا عليها احنا عندنا سياسة استبدال يعني على طول في خلال النص ساعة توصل تستبدل وما يكون عليه أي تكلفة. ممتاز. إيش هي الأفكار المستقبلية لتطوير التطبيق؟ والله تطوير التطبيق هو طبعا أولا التطوير الجغرافي، يعني احنا يهمنا أن تصل أكثر المناطق أو المحافظات بإذن الله، لأنه هي فعلا يعني تحدي كبير يواجهه كثير من الأشخاص، إنه إذا كان ممكن حد يسهل علي عملية التسوق هذه ليش لا. فالتطوير التوسع الجغرافي وأيضا البرودكتس يعني عدد المنتجات اللي تضاف، ويمكن إضافة أيضا يعني المكياج والمستلزمات الجمالية بإذن الله قريبا إن شاء الله. ممتاز. نتمنى لكم كل التوفيق في هذا التطبيق، وهي أيضا فرصة لبعض الشباب ورواد الأعمال للتأمل في مثل هذه الأفكار والاستفادة من التقنية. كما ذكرت ألاحظ من خلال حديثك استفدتم استثمرتم التقنية بالشكل الإيجابي واللي طبعا يسهل لكم إدارة المشروع. احنا نتمنى لكم كل التوفيق. شريفة بنت مسلم البرعمية المؤسس والشريك التنفيذي لمشروع ماركتكس. شكرا جزيلا. شكرا على الدعوة. إذن مشاهدينا هذا كان الحديث عن هذا المشروع، وهي أيضا دعوة منا مشاهدينا للاستفادة من هذه الخدمات والتقنية بشكل عام. ننتقل لتقرير يتحدث عن معرض اللوحات الفنية، نتابع وبعدها لنا عودة. <تصفيق>
الطيور بأشكالها الجميلة المتنوعة، والطبيعة وبعض من صور الأسود والنمور، وبنو الإنسان وهو يدب في مسارات الحياة. لوحات اختزلتها ريشة مانيا الفنانة الهندية ذات عمر الزهور. تجسد لوحاتي الحياة البرية، ورسالتي أن الحيوانات أيضاً لها حق في الحياة، علينا إنقاذها وحمايتها، كما أن بعض لوحاتي مستلهمة من التراث والثقافة العمانية. المعرض جداً مميز لأنه فكرته جاي من طفلة صغيرة عمرها 13 سنة، حبت هي ووالدتها، هم من الجالية الهندية، حبوا أن هم يقدموا شيء خيري لجمعية رعاية أطفال معوقين. البحر والمراكب وأشرعتها وهي تتناغم مع الأشجار وإطلالة الجمال. من بين 31 لوحة استقطبت إعجاب الزوار. بعض اللوحات رسمت بالألوان الزيتية وبعضها بالإكليرك. أردنا أن يكون الفن أسلوبنا في العمل الخيري. ريع هذا المعرض سيعود للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. المعرض هدفت منه الفتاة الصغيرة إلى دعم جمعية رعاية الأطفال المعوقين من خلال بيع هذه اللوحات التي يخصص ريعها لذلك. سيستمر هذا المعرض بلوحاته المتنوعة هذه إلى مطلع شهر نوفمبر القادم. لبرنامج من عمان، إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائما لجعل حياتك أسهل عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك البيئة، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم. مشاهدينا، عودة لكم من جديد. وفي وقفتنا الأخيرة نتحدث فيها عن الشعر النبطي. للشعر النبطي رونقه الخاص، وخاصة لما يكتب في الفنون العمانية المغناة كالميدان والرزحة، قد تكون بداية لبعض الشعراء، فهي كانت بداية الشاعر نبهان بن مسعود السلطي، أحد فرسان شاعر المليون ثمانية. لذلك نرحب بك الشاعر نبهان بن مسعود السلطي في برنامج من عمان. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة والظهور من خلال برنامج من عمان، وشاكر لكم هذه الدعوة. الحمد لله، احنا جدا سعيدين لوجودك معنا، وودنا اليوم نسمع القصائد المنوعة لربما انت اللي تختارها، كانت في الميدان او كانت في القصائد الوطنية او ما يحلو لك. في البداية نتحدث عن بدايتك شاعر نبهان، بداية اي شاعر كيف كانت؟ لربما صدفة او لربما شغف احيانا؟ والله أعتقد أن هي البداية مثل أي شاعر، البداية تبدأ من حب الشعر نفسه، حبك لل إن كان تأثرك أيضا أو إعجابك بشاعر معين. بدايتي كانت من خلال الفنون الشعبية العمانية، وأيضا قراءة المجلات الشعرية الخليجية والجرائد أيضا العمانية. كانت بدايتي بداية يعني تقليدية لأي شاعر لابد يمر بهذه المراحل يعني في حياته، وحتى تمكنت من الأوزان وسعيت للكتابة بنفسي. لماذا اخترت كبداية، كما ذكرت أنها بداية تقليدية، لماذا اخترت الفنون العمانية المغناة كبداية؟ المغناء الشعر بنفسه انطلق من الغناء، الشعر بشكل عام انطلق من الغناء، فبالتأكيد أن البداية بتكون في الأسهل. الغناء أول شيء أن ما يتجاوز البيتين بالنسبة لقصائد الغناء،
أيضا أنت متأثر بمجتمعك اللي أنت فيه، أكيد بتبدأ في الشيء اللي أنت موجود بقربه وأكثر التحمت فيها، ربيت فيها يعني، ويعني وانسجمت مع انسجمت نفسيتك مع هذه الأشياء، علاقتك بالفن والموروث بتأكيد بتكون هي البداية. طبعا مش كل شاعر على فكرة بدأ من خلال الموروث، بعض الشعراء كانت بدايتهم مختلفة، لكن أنا أتكلم عن نفسي كانت بدايتي عن طريق الموروث. متى فكرت أنك تشارك في مسابقة لربما تثبت فيها اسمك؟ خلينا نتحدث عن مسابقة شاعر المليون. شاعر المليون، والله أنا يمكن كنت في الفترة السابقة مع بدايتي في الكتابة كنت بعيد عن أجواء المسابقات، وكانت لي قناعة في موضوع المسابقات ما أحبها يعني، وتأخرت كثير يعني، وهذا ممكن اللي أخر ظهوري إلى حد الآن، عدم اقتناعي بموضوع المسابقات غير شاعر المليون. طبعا كل المسابقات حتى هنا في عمان ما كنت مقتنع فيها، ما كنت مقتنع بموضوع ان الشعر سباق يعني. واتوقع عندك قناعه اخرى راح نتحدث عنها سابقا ما مقتنع فيها ايضا، لكن خلينا نركز في البدايه عن القصائد. فتاخرت، يمكن شاركت في اول مشاركه كمسابقه في مهرجان الشعر العماني السادس في البريمي، وبعدها ايضا في مهرجان الشعر العماني السابع، لكن دخلتها مش عشان مسابقه، عشان الاحتكاك والتواجد عند الشباب الشعراء زملائي في الساحة فقط، بعيد عن موضوع المسابقة، لأن بالنهاية المسابقة والفوز في المسابقات عبارة عن يعني أشياء بسيطة أو جزئيات أحيانا يعني ما تكون دقيقة يعني في اختيار الفائز، فكر مسابقة فائز وخاسر وخاسر يعني، أيوة مش بالجدارة أيوة فعلا يعني. لكن التجمع اللي كانت نتجمع من خلال مهرجان الشعر أو الملتقيات مشارك فيهم، بس مهرجان الشعر شارك فيه ثلاث نسخ من مهرجان الشعر العماني. الأجواء اللي أحاطت بالمهرجان هي اللي شجعتني أن أنا أشارك بعيد عن موضوع المسابقة وبعيد عن موضوع التنافس من خلال الشعر. رح نتحدث عن تفاصيل تجربتك في شاعر المليون تحديدا، أكيد فيها نقاط تحول، ولكن بما أن اليوم ضيفنا شاعر فإحنا ودنا أن نسمع شيء من قصائدك. طيب يشرفني. هذا نص كان من ضمن الخيارات اللي أنا أشارك فيها في شاعر المليون، ولكن في آخر لحظة غيرت التوجه في المشاركة وغيرت النص، واليوم إن شاء الله بيكون أول ظهور لهنا. يقول: فكوا حبال الوهم يا معشر الحالمين، أحبالكم واهنات وحلمكم مثقلة، لا تامنوا حبل ما عاده قوي ومتين، جدايل وهن وأطرافه تطيق أحمله، ما قد عقد خيمة الأعراب حبل مكين، من عهد عاد وثمود الأمة البسملة، أو ما بداحس وخبر الأوس عبر السنين، إلى حوار البسوس وباقي الأمثلة، عن أمة ما جمعها ظل دم ودين، وش عاد من فرقتها رسمة المنقلة، تدافع العاربين بسكة البائدين، تبضع الموت منهم وامتلى محمله، حطوا خطاهم على طبعة خطى الأولين، مذاهب الناس كل منهله منهله، لين أصبح الدين فاس بقبضة الفاسدين، حتى تخالط سمع عليه مع أسفله، ما عادت الشامتين وعاثوا الشامتين، ولا في بغداد من تمر العلوم انخله، كأنها حبة الدخان من جانبين ما بين جمرة وفم أحمق عماه جهله، ما يوثق الحبل ما دامه يشد ويلين، كل ما نشده يعود الحال تهلوله، وصدر العروبة إلى ما لا نهاية حزين، ما دام يبنى على ماضيه مستقبله. وسلامتك. الله يسلمك، صح لسانك. وأتوقع عارف إيش هو تساؤلي، ليش غيرت الخيار في آخر اللحظات في المشاركة؟ الخيار طبعا بعيد عن موضوع يعني مستوى القصيدة، لكن الخوف من التأويل والتفسيرات وأحيانا البعض يعني يخوض في مخاضات وتأويلات غريبة يعني، وهذا واجهناه يعني، حن في أكثر من مسابقة وأكثر من مناسبة، فتجنبنا التأويل وقلنا نمشي على الخط المستقيم الواضح للناس الكل. تذكر القصيدة اللي شاركت فيها من خلال تجارب الأداء؟ نعم، شاركت في قصيدة في المقابلة الأولى كانت بعنوان طارب الحي.
طارب الحي، هو النص اللي شاركت به في مهرجان الشعر العماني الأخير اللي كان معنا في صور العاشر. وكنت يعني مثل ما يقولوا يعني تحزمت بالنص، النص هويته عمانية وأنا ماشي من هنا مثل ما يقولوا بالدهداشة والمصر، هوية يعني أي كانت هويتي العمانية والنص أيضا كانت هويته عمانية وراهنت عليه يعني، والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى وفقنا. وأكيد إحنا ودنا من خلال هذا اللقاء نسمع شيء وطني، لكن بما أنك كنت سابقا غير مقتنع بالمسابقات وبعد ذلك شاركت بهدف تبادل الخبرات والتخالط مع الشعراء، حدثنا عن نقطة تحول حدثت لك في مسابقة شاعر المليون. شاعر المليون أعتقد برنامج يعني أي شاعر في الساحة يطمح للوجود والتواجد في برنامج شاعر المليون. شاعر المليون يختصر عليك مسافات وسنين وعمر يعني من خلال الظهور الإعلامي. شاعر المليون أنا رحت تقريبا 3 مواسم، شاركت الموسم الرابع ما تأهلت، الله سبحانه وتعالى موفقني أني أتأهل المرحلة اللي بعدها، بعد ذلك خلاص قررت أني ما أروح بعد يعني لأني ما أدري ما اقتنعت يعني بحكم أنه يعني ما تأهلت، ما رضيت عن نفسي وما رضيت شو اسمه، وحسيت نفسي إني مش جاهز. نعم. يعني مثل ما تقول الآلية البرنامج والفكر اللي في البرنامج لسه ما جاهز، هونت عن المشاركة في المواسم اللي بعدها حتى الموسم السابع. أحد الزملاء الأحبة واللي أوجه له تحية طلال الشامسي أصر إن نروح مع بعض، يعني هو كان يبي يروح يشارك ويقول لي لا نروح مع بعض، ورحنا وياه مع بعض وتأهلنا من المرحلة الأولى لمرحلة الاختبارات مرحلة 100. وفي مرحلة 100 أيضا كان لابد من اختيار 3 شعراء، والله سبحانه وتعالى أيضا ما كتب لي أن أنا أتأهل من ضمن مع زملائي اللي كانوا منذر الفطيسي وسيف الريسي وطلال الشامسي. الموسم الأخير الثامن خلاص رحت وأنا هنا في رأسي أن كل الأشياء مهيئة لي أو كل الطرق مهيئة لي، لأني عرفت إيش اللي ممكن أنا وتعلمت من التجارب السابقة. وتعلمت من التجارب السابقة وفعلا رحت من هنا على ثقة أني متأهل يعني، على ثقة أني متأهل، ولكن يبقى في النهاية توفيق من الله سبحانه وتعالى. نقطة التحول في برنامج شاعر المليون كانت لي اليوم الأول، كنت في الحلقة الأولى من برنامج شاعر المليون الموسم الثامن، طبعا فاجئوني أني بكون في الحلقة الأولى، كنت أعد قصيدة جديدة عشان نشاركها مو مكتملة، فاضطريت أرجع إلى قصيدة من قصائدي القديمة يعني، فما كنت واثق من القصيدة بذيك الطريقة يعني، لكن المفاجأة أن القصيدة يعني الأبعاد اللي وصلت لها أكثر من ما تخيلت أنا في القصيدة الجديدة اللي كنت بكتبها، أعطتني زخم وكان يعني ورافقها أيضا زخم إعلامي كبير على مستوى الخليج وردود أفعال يعني ما تصورتها، فسبحان الله رب ضارة النافعة في بعض الأحيان. وكانت أيضا لحظات ما أنساها وأنا ألقي قصيدة سحابة الحبر في برنامج شاعر المليون، وردود الأفعال اللي صارت بعد القصيدة إلى درجة أن تلفوني يمكن ساعتين أنا أبحث عن آخر رسالة ممكن أوصلها متى. جميل. من ردود الأفعال. يعني تذكر سحابة المطر اسمها؟ سحابة الحبر. أذكرها سحابة الحبر. يمكن لا الحين. أو نسمع شيء وطني. شوفي. أنا بسمعك عموما في النهاية، هي أنا اليوم يمكن حطيت الموضوع للاجتماع الأشياء الاجتماعية أكثر شيء، ولكن بسمعك قصيدة. قالت مساء إيش، قلت الهم، قالت يهون، مدام للهم كاشف يسمع اللي دعاه، لكن وش الهم، قلت ألوان مو بس لون، تستوطن الصدر لين ما تضيق مداه، قالت تكلم، قلت المشكلة ما يبون، قالت منو، قلت بعض أعداءنا بالحياة، العلم للحين ما حصل دواء للجنون، إن كان عندك دواء أرجوك هاتي دواه، محتاج أداوي كثار من الوهم والظنون، محتاج أداوي عمى مبصر وجهله عماه، هذا الزمن من ملايينه تضج سجون وهو يوزع كراماته على أغنياه، لكن على الفقر ما مره مغط كفعون، لأنه يبي قدر مداته على مستواه، يا ما فقير تلاعبه كفوف الديون، أحيان أخر غداه وأحيان قدم عشاه، وأحيان نام بغطى وأحيانا ينام دون، أما تغطى فراشه أو تفرش غطاه، هم يحسبون الفقير بكل الأحوال دون، ما يعرفون الغنى مو كل الأحوال جاه،
قالت تحذر ترى الجدران والهأذون. قلت أتمنى لها عين تشوف تراه، لكن تعالي بقول لك شيء. قالت تمون أنا تحت أمر بنوره وقلبي فداه. قلت أعتذر منك عذر الرجل لما يخون، وأنا أخون الحزن وياك وأسقيك ماه. ماني بحاجة حزن لكن بحاجة سكون، وانت سكون النجوم بليل صافي سماه تتسللي من عروق الحزن لين الغصون عشان يثمر غلا وجيه واقطف غلاه. لا خير في الحزن إلا انت كثر ما يكون تكوني أقرب، ولا ودي أخونك معه لكن ترى قلت لك ما به دواء للجنون، وإن كان عندك دواء ماني بحاجة دواء. سلامتك. وماني بحاجة دواء. يعطيك العافية. قبل شوي تكلمنا عن القناعات وإنك أنت ما مقتنع بالمسابقات وبعد ذلك اقتنعت. في مقال سابق لك استشفيت من خلال الحديث ومن خلال محتوى المقال أنك غير مقتنع من المهرجانات التي تقام في مجال الشعر، لماذا يا ترى؟ والله شوفي بالنسبة للمهرجانات الشعرية، المهرجانات الرسمية بشكل عام يعني لابد أن نختار لها مسار معين. أما أنها تكون مسابقة أو أنها تكون احتفالية واحتفاء بالشعر فقط، طالما أنها تكون مسابقة لابد أن أضع معايير أستفيد منها من خلال المسابقة. أنا لمست هذا الموضوع وأنا في برنامج شاعر المليون، تقدم أكثر من شاعر عماني للبرنامج. حظوظنا في البطاقات مثلا اللي ممكن تكون موجودة أو المقاعد اللي موجودة في البرنامج قليلة جدا. أعتقد أن إحنا لنا سبب في هذا الموضوع، لنا يد في هذا الموضوع. بداية إحنا ما مؤهلين بشكل صحيح. المهرجانات هذه المفروض أنها تكون وسيلة للتأهيل، بغض النظر عن الفوز هنا، أنت تأهل هذا الشاعر حتى يكون في يوم من الأيام على منبر، يكون في أي وسيلة إعلامية، يكون في مسابقة أيضا خارجية. لذلك لابد من المسابقة أن تكون من ضمن معاييرها الحضور المسرحي، لابد من الحضور، لابد من التفاعل مع القصيدة مع النص. العام الماضي يعني على طاري هذا الموضوع، يمكن أنا دخلت في مشادات مع زملائي الشعراء في مهرجان الشعر العماني العاشر. اليوم الأول كان تقديم، يعني مع احترامي لجميع الشعراء، تقديم القصيدة كان بطريقة يعني ما تشجع المتلقي، جامدة جدا يعني. قلت لهم تدرون أنتوا اليوم الأول، اليوم الثاني إحنا ما حد يتابعنا في التلفزيون، لأنكم أنتوا تتسببون في طرد الجماهير من أمام الشاشة. كل ما يجوا يتابعوا البرنامج المهرجان يشوفون هذا البرود اللي مع الشعراء يقول إذا هذا مهرجان منروح. طيب إحنا أيضا هذا المفروض أن تتبناه الجهة المنظمة. ألا تعتقد أنها اجتهادات شخصية في تطوير الذات من خلال أن الشاعر يدرب نفسه على كيفية الإلقاء؟ نعم، لابد أن يكون هو أساسا من الشخص نفسه. وأحيانا ترى الكاريزما يعني ما ممكن تصطنعها، يعني إذا ما كانت أصلا عندك أنت، ولكن ممكن أنك تكتسبها. بس طالما الشاعر يجد أن الموضوع مش مهم، تقييم قصيدته يأتي تقييم فني فقط لا غير، بدون ما يقيم حضوره، بدون ما يقيم إلقاء أو أداء القصيدة، إذن هو خلاص يتخلى عن هذا الجانب. لكن لما حط من ضمن الشروط، إذن أنا بلزم هذا الشاعر أن يتمرن بكرة أي مناسبة، أي مسابقة، أمسيات، بغض النظر عن المسابقات، أمسيات إحنا نحضر أمسيات أو تكون معنا مهرجانات شعرية. ملتقى عمان الشعرية الحين قادم قريب إن شاء الله، وغيرها من الملتقيات الشعرية، نستضيف شعراء من الخليج. نعم، شعراء من الخليج. أعتقد أن يمكن هذا الشيء واضح، يمكن اليوم إحنا معنا في عمان كم نجم كذا ألغوا الفكرة السابقة أن شاعر الخليجي متفوق على الشاعر العماني من خلال الحضور، بغض النظر عن القصيدة. القصيدة في النهاية شيء يعني متفاوت، لكن كحضور مسرحي عندنا اليوم أكثر من نجم موجودين في الساحة ممكن تضاهي بهم أي شاعر خليجي. نعم، سابقا ما كان موجود. طيب هذيل النجوم والبقية، إحنا محتاجين أكثر من نجم يكون موجود في مثل هذه الملتقيات بنفس القوة وبنفس الحضور المسرحي. يعني أكيد هي في النهاية مثل ما ذكرت بعض المساندات المقدمة من هذه الاحتفاليات أو الجهات. صحيح. أو أيضا بالإضافة إلى ذلك الاجتهادات الشخصية، الشاعر له دور كبير في ذلك بأن يطور ذاته. صحيح. لا يركز فقط على المحتوى الفني، بل أيضا هناك كماليات أخرى تجمل الشاعر. طبعا الحديث شوي ذو شجون ونحن نحتاج إلى تفاصيل عديدة نتحدث فيها، ولكن الوقت لا يسعنا. نحن نشكرك لوجودك معنا الشاعر نبهان بن مسعود السلطي. الله يعطيك العافية، وأنا أشكركم على هذه الدعوة وهذه الفرصة
وإذاكم الله خير وشكرا جدا. الله يعطيك العافية إن شاء الله. وأيضا مشاهدينا نشكركم لمتابعتكم في برنامج من عمان من الساعة 8:30 وحتى هذه اللحظات من الأحد وحتى الخميس. نتمنى لكم أوقات سعيدة ونهاية أسبوع أسعد. الملتقى الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.